مساء الخير، اهلا بحضراتكم وليله دراميه جديده من ليالي مصر النهارده. انا عارف ان البوفيه المفتوح تقيل شويه في رمضان دراما، بس زي ما بنقول دايما خلاص عدى اكتر من 10 ايام او 12 يوم ومن شهر رمضان، والمشاهد قدر قدر الامكان انه يحدد فرس الرهان او مجموعه الجياد اللي شغاله كويس في الدراما. مجموعه من المسلسلات هي اللي حازت القبول، مجموعه من المسلسلات هي اللي الناس خلاص ثبتت الريموت عليها، والباقي هيبقى يتشاف عرض تاني وعرض ثالث وعرض رابع. واحد من المسلسلات الحقيقه مش بس اللي حقق نجاح ومشاهده في رمضان، عمل حاله من الجدل قبل ما تتعرض الحلقه الاولى اساسا، كان الحاجه وبعدين بقى زهره، بس من غير الحاجه، زهره وازواجها الخمسه. مسلسل زي ما لسه كنا بندردش مع ابطاله قبل ما نطلع على الهواء، بسم الله ما شاء الله واخد مواعيد اذاعه جيده جدا، يعني لازم هتخبط فيه، مالكش حجه ما تتفرجش عليه، هتفرج عليه سواء الصبح او بالليل، سواء التلفزيون المصري او بقيه القنوات. لكن في النهايه واحد من المسلسلات اللي عامل حاله جدل، في دراما وفي قصه نختلف ونتفق عليها مش مهم، بس في النهايه نتكلم عن الفن، عن الجرعه الفنيه اللي موجوده في المسلسل. مشرفنا النهارده ضيوف مصر النهارده، نجوم وابطال وصناع هذا العمل، النجمه غاده عبد الرازق. ازيك يا غاده؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه ومبروك. وانت بالصحه والسلامه. ميرسي. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا غاده؟ منورانا. الشاب الجميل وصديقي احمد السعداني. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا تامر؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبين وكل المشاهدين بخير يا رب. اشمعنى انت الوحيد اللي بتقول لها زهره بالظبط؟ عايز يميز نفسه من الرجاله. لا لا لا، انا قلت لهم الاول، قلت له دي مش زهره، دي زهره، يعني لازم تفتح حرف الزين. انا متخيل ان هم، انت الوحيد اللي ما قالولكش ان اسمها زهره. النجم الجميل الحجاج عبد العظيم. ازيك يا حجاج؟ الله يخليك يا كل سنه وانت طيب يا حبيبي، منورنا. ربنا يخليك يا رب. صاحب القلم والورق المبدع دائما، الكاتب والسيناريست الاستاذ مصطفى محرم. اهلا بك استاذ مصطفى. اهلا بك، كل سنه وحضرتك طيب. وصاحب اجمل كادرات المخرج المبدع محمد النقلي. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بك، اهلا بك، كل سنه وطيبين، مشرفينا. متعلقه يا غاده وشياكه وجمال وكل حاجه، يعني من ذوقك. بس اسمحوا لنا نبتدي طبعا من بدايه اي عمل، بيبقى بدايته طبعا من خلال الورق. استاذ مصطفى، يعني احنا متعودين كل سنه في رمضان حضرتك بتعمل لنا عمل، بيبقى عمل كبير جدا وطبعا بيحظى باعلى نسبه مشاهده، لكن برضه بيبقى حواليه جدل كبير جدا، وبنلاقي طبعا فكره التعدديه في اخر اعمال حضرتك، يعني التعدديه سواء للرجاله او للستات في مساله الزواج. نرجع بقى مع حضرتك يعني على بدايه زهره وازواجها الخمسه، هل الفكره دي فعلا زي ما قرينا ان حضرتك شغال عليها من 10 سنين؟ وهل هي من وحي خيالك، ولا زي برضو ما قرينا انه دي كانت حاجه حضرتك قريت حادثه ان واحده اتجوزت خمسه او بتعدد ازواجها، وفي نفس الوقت حضرتك طبعا من وحي خيال الكاتب، كاتب كبير زي حضرتك، حولته لدراما. الصح فين؟ الاثنين الحقيقه. انا دايما ابدا بفرضية أقول لو حصل كذا يحصل إيه، لكن في نفس الوقت إن تزامن في الفترة اللي أنا كنت بفكر فيها في الموضوع ده، إن كان في الجرائد أكتر من واحدة اتجوزت أكتر من واحد، أحيانا بتبقى هي متعمدة هذا التعدد وتبقى عارفة انها غلطانة، لكن احنا شخصيتنا اللي عندنا شخصية هي ضحية قانون الاحوال الشخصية اللي هو بيتناقض دايما مع احيانا مع الشريعة. فالحقيقة لقيتها انها قضية مهمة جدا، لان في زوجات كتير بينضاروا من غير ما يعرفوا انها بتسقط مثلا ضحية اي حالة من الحالات اللي مرت بيها زهر. لا بس قول لي يا استاذ مصطفى، انت ماسك في حتة التعددية دي متولي وزهرة، في حاجة في شخصية مصطفى محرم ليها علاقة بالتعددية؟ يا اما بتحلم بيها يا اما بتبطلها على انا وخفت يا عم. هو اللي وانا اشد المناصرين مش لا هو انا عاوز اقول لك حاجة، ان التعددية موجودة بالنسبة للرجالة، يعني انا بتكلم بقى هنا هنرجع للحاج متولي. تمام. انها موجودة واقع وموجودة حلم لكثير من ال انت رأيك ايه في التعددية؟ مين؟ مين ازاي؟ مين؟ انا مراتي بتتفرج دلوقتي. ربنا يخليها لك يا رب.
طيب خلينا ننتقل لما مسكت الورقه يا استاذ عادل. والله احنا لما بنمسك عمل في الاول بالفكره بتاعته بتفق انا والاستاذ مصطفى ان احنا لازم نمسك فكره مش متداوله. فكره جديده. فلما لقينا ان الفكره اللي الاستاذ مصطفى عرضها علينا اللي هي زهره وازواجها فقلنا طبعا مش عايزينها تبقى زي متولي اولا عشان يبقى عمل جديد، ومش عايزينها تبقى زي اللي في الجرايد اللي هي بتتجوز في كل بلد في جوازه وبتمشي وبتخرج. لا احنا عايزينها عمل درامي تكون هي متجوزة فعلا الأربعة، والخامس هنقول عليه بعدين مفاجأة وبعدين تبقى هي ضحية الموضوع، يبقى الظروف المحيطة هي اللي حطتها في القالب ده علشان يبقى العمل ما يبقاش قضاء ويبقى بوليس ونيابات لا تبقى حتة بسيطة جدا اجتماعي أكتر منه، اجتماعي أكتر منه بوليسي ولا نيابة وحاجات كده. اختياركم للفنانة غادة عبد الرازق، يعني أنا عارفة طبعا غادة مش أول تعامل مع حضرتك أستاذ مصطفى ولا أستاذ محمد النقلي، كانت في الحاج متولي وكانت في البطنية، يعني في عمل أعمال كثيرة مشتركة بينكم. زهرة اختيار يعني أستاذ مصطفى بيكتب كان هو اختياره من الأول إنها تبقى البطلة هي غادة عبد الرازق، ولا حضرتك اقترحته بعد ما حضرتك مسكت الورق وتم الاتفاق؟ شايفه فيها قابليه للتعدد؟ لا احنا اول ما خلصنا عليك دلوقتي خلي بالك. لا احنا اول ما خلصنا متولي فكرنا نعمل زهرة، بس لقينا ان الوقت مش مناسب ان احنا ننزل بعد متولي بمسلسل فيه تعدديه كده. فكلمنا مع مدام غاد، الكلام ده من 8 سنين وحصلت ظروف وما حصلش نصيب ان العمل قام، فجينا عملنا البطنيه فلقينا ان احنا نجحنا، يعني الحمد لله نجحنا في البطنيه ومدام غاده ادت شخصيه صحيح جميله حي. جدا في البطنيه فقلنا احنا نستثمر النضوج الفني اللي عندها ده ونخش على زهره، فعرضنا عليها فطبعا قبلت وبدانا نخش في المشروع من بدايته. جميل رد عليك. نخش على زهره. انا عايز اقول لك لما انت لسانك طليق قوي كده ما ردتش ليه على طول يا خليفه؟ لا توني يا نهارك ابيض. طب اتكلم توني هو اللي يقول مقدرش يقعدني القعده دي ابدا مقدرش. انا هسيب توني هو اللي يقول. لا انت كنت 100% ايه؟ انت انا شفتك كنت مديله ربنا يخليك والله. لا كنت قاس بقاس حتى في الاخر قلت له ما تيجي بقى انت تقعد مكاني وانا اللي اسال. مش مبرر لا 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 نفسيات مش عايزين. انت اللي استنيت انا كنت قاعد كويس. قبل ما اخلص الخانوق دلوقتي عشان نخش جاهز. انا بقول انا مستعد اكتب لي حاجه على التعدديه وهبصم لك مجانا بدون اجر. ده قطع يعني اللي ما عرفتش اعمله في الحياه اعمله في السينما. هي مخاطره قبولك والمخاطره، وانا عارف ان الحاجات دي بتستفزك بتعمل لك حاله من حالات التحدي، بس فكره انها مخاطره قديمه يعني استاذ محمد بيقول من 8 سنين ليه قررتي تقبليها دلوقتي؟ عشان احنا عاملين كل الحاجات اللي ثلاث ارباعها في الدراما اللي عدت كلها قديم. بمعنى؟ بمعنى ان احنا بقى عندنا افلاس في الكتابه في النصوص سواء كانت دراما او سينما. فدي فكره كان الاستاذ مصطفى محرم عاملها وكان يعني من 10 سنين. فكانت اياميها من 10 سنين كانت تبقى جديده قوي. صحيح. لولا ان هو اتبنى قبليها الحاج متولي. فطالما ان احنا قديم بقديم يبقى ناخد القديم اللي عندنا الجديد اللي هو ان الست تتجوز كذا كذا راجل يعني. فبالنسبه لي انا كانت طبعا فكره جديده تماما. فكره برضه. انا شايفه ان انا اللي اقعد هنا. تعالي انت جنبي تعالي. انا شايفه ان احنا مكان ليه الكل جاي برنامج حريم يا مولانا؟ ليه الكل جاي؟ انا مسكتكم ملائكه النهارده ده فاضل جناحات يعني. احمد السعداني انت زوج من ضمن الازواج يعني. لما قريت الورق بتاع الاستاذ مصطفى محرم يعني شفت ايه في فكره انه يعني شفت انت طبعا قريت الورق وعارف كل الاسرار وكل الحاجات المفاجات اللي احنا لسه عارفينها مع اني كنت فاكره اني هقدر اعرف مش هقدر شايفاني غلبان وطيب كده لا انت لا تقول. ايه اللي لفت نظرك في الشخصيه وفي نفس الوقت قلت طبعا شفنا كل زوج
يعني على الاقل الاثنين اللي احنا شايفينهم في الاول دول حاج فرج وماجد مختلفين عن بعض. هل انت كنت يعني مع الاستاذ محرم والاستاذ محمد دلوقتي كنت عايز تبقى شخصيه مختلفه خالص؟ انت طالع انتحازي بصراحه. طالع واطي واطي. اول ما قريت اول 7 حلقات تقريبا فكلمت الاستاذ محمد قلت له ما كانش العشم يا استاذ محمد يعني اول مسلسل هشتغل فيه معاك تبعت لي دور زي ده لان انا في البدايه دوري في البدايه ضعيف شويه صديق البطل صديقه جدا صديق البطل اللي هو بيسمع شكواه البنت اللي بيحبها وعارف ايه قال لي انت واد اهبل وعبيط كمل بس قرايه وكده برضه الاستاذ مصطفى قال لي الزهر كانوا متفقين على نفس الشتيمه يعني هم اتنين نفس الدور وابوك قال وابوك قال لك لا استنى قال لي مصطفى محرم والنوع قال لي اشتغل فالحقيقه لما كملت قرايه المسلسل انا اتخضيت بالدور وحسيت ان انا محتاس فيه يعني مش عارف انا لانه دوري كره قوي لانه واضح انك هتبقى انتهازي اكتر بعد كده هو لسه في لسه ما عملتش حاجه على فكره لسه في بلاوي جايه يعني فعشان كده الاستاذ مصطفى والاستاذ محمد قالوا لي عايزين نحاول نعمل الدور ده بنوع من خفه الدم او بنوع من يعني ما يبقى خفيف ما يبقاش يبقى مقبول بس ما يبقاش تقيل عشان ما يتكرهش لانه دور خطر فده اللي حاولنا نعمله واتمنى ان هو يكون طلع بشكل كويس يعني سواء اتجوز مرات صاحبه ده ما يتكرهش بعدين لو بعد شهرين بالظبط ما استناش يعني حجه طمور منور يا مولانا او انا عايز ابارك لك على بسم الله ما شاء الله متهيألي السيزون ده من احسن مواسم الحجاج بسم الله ما شاء الله عامل فيها مجموعه من الاعمال مسلسلات الحمد لله 5 5 ما هي جت يعني جت في مراتي راحت عامله المراره النهارده سلام عليها بس يعني الحمد لله انا جت على كده الحمد لله لعد المراره بالظبط احنا موافقين على المراره مليون مبروك ظهور رائع الحقيقه في رمضان والناس كلها بتقول ان حجاج يعني مش هقول شركة بلاد جديدة بس بصمة جديدة رمضان السنة دي الحمد لله خلينا نخش على اخو زهرة انت الوحيد مش هتتجوزيه اشمعنى ده معلش لا يجوز لا يجوز بس فكرة الدور هنا فكرة الاخ هل شايف ان اخته عندها مبرر اللي هي بتعمله ولا هي فكرة الوصولية وفكرة طموح لتغيير الواقع اللي هي الأسرة عايشة فيه يمشلها أي حاجة؟ لا هو طبعا في خطين متوازيين يعني هو طبعا استغلالي أولا يعني وواحد شغال تحت الأرض في المجال أساسا وقال عملت يعني والعيلة كريمة كمان العيلة كريمة عيلة فعلا واطية واطية العيلة كريمة جدا يعني فأنا شايف إنها مصدر في البداية لينا إنها بتباع لها برشامتين حقنة بتاع كده وهو مغيب بسبب المخدرات والحاجات فهو مش مركز قوي معاها قد ما مركز ان تبقى مصدر لجلب الفلوس هي الفرخه اللي بتبيض بدها الفرخ نمره 2 نمره يعني هي راقده ما اتكلمتش ما تسكناش عشان احنا هنفقس الموضوع والشق الثاني انها انا شايف ليها مبررات انها عليها ضغوط انها في الاول هي ما استغلتش الراجل في المستشفى هي اتعاملت معاه كتطبيب بس كده وتمريض وبتاع وهو مركز معاها هو اللي كان بيجي وراها بدليل ان منتصر قال له انت ليك ثوابي في المستشفيات فعلى ضغط منها على احتياجات على امي التعبانه فانا لازم يعني اغفر لها اللي عملته انها تتجوز حد يصرف علينا يعني في مرحله في الخط الشخصيه الدرامي انه يبتدي بقى يبرر ويحلل ويقيم سلوكه بالظبط مش بس الانتهازي لا لا لا, لا لازم يبرر لو انتهازي كان خلاها تسلك اي طريق تاني ووافق انما ممكن يرفض زي ما هو لما لقاها بتدي حقنه فتخالف صحيح. معاه صحيح فلا الا الشرف تعالى عند في خط احمر يعني هتقول لي ما تحاولش هنستاذن حضراتكم ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل هذا الحوار